عندنا حاجه اسمها الديب ويب. ديب ويب عكس الانترنت السطحي. السطحي ده خلاص احنا متفقين انه على سطح المكتب عندك او ظاهر للعامه. جوه الدارك ويب او الانترنت المظلم ده عشرات الالاف من المواقع. غسل الاموال، اتجار في البشر، اتجار في الاطفال، اتجار في النساء. يا اما هتخش تشترك في جريمه وتلاقي نفسك داخل في جريمه معينه انت مش قصدك تخشها خالص، يا بتسرق معلومات حد، يا بتبيع معلومات حد، يا اما هتلاقي نفسك انت كل اي بيهاتك بكل ارقامك، بكل ارقامك السريه بتاعت الحسابات البنكيه، بالباسورد بتاع صفحتك اتشفطت في ثانيه. سببها السوشيال ميديا، وسببها انه احد المتهمين اطلع على مواقع ما تسمى بالدارك ويب والويب ديب او الديب ويب. خلود، ممكن تقول لنا كده يعني الفكره كانت عامله ازاي، ونستخدم وجود سياده اللواء في انه يصحح لنا مفاهيم هذه الامور. حضرتك، هو المتهم اللي هو الشاب اللي في الكويت، هو برضو يعني متهم بالتحريض على قتل طفل. هو قال له انا اوهمه ان هو هيدي له 5 مليون جنيه مقابل ان هو هيبيع له اعضاء الطفل ده. اتكلموا محادثه على يعني فيديو كول، اتكلموا واتفق معاه ان هو هيستخرج الاعضاء دي ازاي، واداله الطريقه. على جانب الاخر، هو نفذ اللي طلب منه وطلب منه المبلغ. طبعا كل اللي تم ده تم ان هو بعد ما هياخد الاعضاء هو هيبيعها على الدارك ويب. طبعا الناس عماله تسمع الموضوع وتستمع للواقعه ومتاثره جدا، بس برضو بيقفوا عند كلمه الدارك ويب. عايزين يعرفوا يعني ايه معنى الكلمه دي، وليه اتسمت بالدارك ويب، وايه الفرق بينها وبين الديب ويب. هو العالم الالكتروني اللي احنا عايشين فيه ده قائم على الانترنت، والانترنت ده عندنا في حياتنا ثلاث انواع. يا اما الانترنت السطحي اللي احنا كلنا عايشين عليه ونتعامل فيه، وده يعتبر 3% من 100 من الاستخدامات على مستوى العالم اصلا، ده ولا حاجه، ده شريحه بسيطه جدا. ده بيعتمد عليه السطح، ده بيعتمد انك بتخش على روابط معروفه، بتعملي نقر على هذا الرابط، بتخشي هذا العالم او هذا المجتمع، تبداي بقى تخشي وتشوفي المعلومات او الاتجاهات او الافكار اللي انت عايزه تشاركيها او تخشيها، اللي احنا عارفينه، الفيسبوك وتويتر ولينكدين وايا كان المواقع الالكترونيه على جوجل. ده السطح بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، وده اللي المجتمع كله تقريبا ما يعرفش ان هو موجود غيره. يعني عندنا الانترنت النوع الثاني اللي هو الديب ويب، وده مش مجرم. يعني انا عايز اقول لك برده ان الانترنت السطحي ده بنجيب منه قضايا، بس القضايا اللي بتيجي من الانترنت السطحي ده مش علشان المواقع الالكترونيه هي سيئه السمعه، علشان هناك من يسيء استخدامها. يعني ممكن حد ياخد فيسبوك او تويتر وينشر صوره او ينشر مقطع، هو الموقع نفسه مش سيء السمعه، انت اللي حطيتي محتوى يعتبر جيم، زي فتيات التيك توك كده لما بينزلوا محتوى اباحي. التيك توك عنده جريمه معينه في الغرف المغلقه وقصه مش عايزين نفتح فيها، لكن انت اللي ارتكبت الجريمه، فبتيجي على هذا الاساس انك اعلنتي، اللي هو قصه الاعلان. لكن بعد كده عندنا حاجه اسمها الديب ويب. الديب ويب عكس الانترنت السطحي. السطحي ده خلاص احنا متفقين انه على سطح المكتب عندك او ظاهر للعامه. ده تحت خالص، عميق جدا، عشان كده سموه عميق، لان هو مرتبط بالانترنت العالمي لكن ما بيظهرش في محركات البحث، وهو مش متهم. يعني الديب ويب ما يعتبرش احنا بنتهمه بحاجه، ده ان هو يعتبر مخزون لكل المعلومات والداتا اللي بتعينها الدول وبتعينها المؤسسات وبتعينها المصارف الحكوميه، واحنا كاشخاص بنعين جوه الديب ويب ده كل المعلومات الشخصيه والباسوردات والايميلات والحسابات البنكيه جوه الديب ويب. وهو برضو له نظام وله براوزر وله دخول معين، ما بيبقاش من جوجل، برضو له نظام معين انت بتخشي منه على الديب ويب ده، لكن مش مفتوح ولا ترتكب من خلاله قضايا. وده يعتبر اكبر محتوى انترنت على مستوى العالم. يعني تقريبا انا اكاد اجزم انه يوصل ل 94% من الانترنت اللي حوالينا. بعد كده عندنا بقى الدارك ويب، هو ده المشكله الكبيره جدا عندنا. عدد المواقع الالكترونيه اللي جوه دي جوه الدارك ويب او الانترنت المظلم ده عشرات الالاف من المواقع، مش زي الانترنت السطحي اللي فيه ملايين الملايين من المواقع. لكن كلها تقريبا ما بتتكلمش غير على غسل الاموال، اتجار في البشر، اتجار في الاطفال، اتجار في النساء، ترويج للافكار الشاذه، الحادي الديني، ازدراء الاديان، الشذوذ الجنسي، الصحاق بين النساء. طبعا ده الارهاب ده، والاتجار في المواد المخدره، وتنظيم هو اصلا
لما بدأ تضييق الخناق على الإرهابيين في الحسابات البنكية أو في تتبعهم أو الشباب اللي كان بيخش يقعد ينظم عملية ثورة هتنزل أو مظاهرة هتنزل أو كلام من ده، لقوا وسيلة إن هم يهربوا للدارك ويب. لكن دخول الدارك ويب برضو له مش عن طريق الإنترنت، هو غير مفهرس على الإنترنت العالمي، برضو له أبليكيشن أو له براوزر تاني اسمه تور أو تي أو تي بي أو تي تو بي، لازم تنزليه ومن خلاله تعملي سيرش تخش بقى تتفرج على العالم اللي جوه. طبعا ده موضوع خطير جدا، مش اي حد ينفع يخشه، لان اللي بيخشه لو دخل بشخصيته وبصورته واثباتاته وبايبهاته وحاله هيكتشف ان هو اصبح ضحيه في نفس الوقت او متهم. يعني اي حد يعمل يوزر على الدارك ويب يعتبر متهم، يا اما متهم يا اما ضحيه، يا اما هتخش تشترك في جريمه وتلاقي نفسك داخل في جريمه معينه انت مش قصدك تخشها خالص، يا بتسرق معلومات حد يا بتبيع معلومات حد، يا اما هتلاقي نفسك انت كل ايبهاتك بكل تليفون بكل ارقامك بكل ارقامك السريه بتاعه الحسابات البنكيه بالباسورد بتاع صفحتك اتشفطت في ثانيه، حتى وشك ما ينفعش يظهر. كل العيال اللي بتخش على الديب ويب على الدارك ويب بتخش بمسكات، ما بتخشش بوشها الاساسي. العيال اللي فاهمه وعارفه ان هي داخله في بيار، انا اسف يعني دايما اقول عليها بياره المجاري، لان بيرتكب من خلالها وفيها كل ما هو شمال.